وهنا تنبيه لطيف ذكر أحد مشايخنا وهو لماذا ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الجن والإنس ولم يذكر الملائكة؟ لأن الذي يكون منهم الكفر والنسيان والضلال هم الجن والإنس، أما الملائكة فإنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فإن الملائكة عبادة أنفاسهم التسبيح. وقال بعض العلماء أن الملائكة داخلون في الجن، وكما أننا لا نرى الجن فكذلك الملائكة يرون. فيستفاد من هذه الآية أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله جل وعلا، ففيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأيضا فيها وجوب إفراد العبادة لله جل وعلا على جميع الثقلين، وفيه أيضا أن الخالق لهذه الأمور هو الذي يستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى، فيه رد على عباد الأصنام وغيرها. نعم، فيه فوائد أخرى ولكن نقتصر.